في الثورة مشاعر راقية يحركها إحساسك بالاستعداد للتضحية والفداء وليقينك بأن الثورة عمل جماعي، فإنك تتماهى مع أبنائها في نسيج وطني بديع. مسلمون ومسيحيون يجتمعون في يبرود بريف دمشق، يتقاسمون هما واحدا وطريقا واحدا، تزيد الثورة قلوبهم تآلفا وودا، ليدحضوا كل أكاذيب النظام، فيكون وحده غريبا في وطن لا يتسع إلا لأحلام وطموح جميع أبنائه بأن يحيوا حياة حرة كريمة. مسيحيون أيها الكرام، أولا نشكركم على هذه المبادرة الطيبة المباركة التي تثبت أننا شعب واحد في بلد واحد. وأقول لكم ما قال الله عز وجل في كتاب الكريم يصفكم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. بحماس وشغف انطلق شباب يبرود بحراكهم الثوري الذي لا ينم إلا عن رقيهم وسلوكهم المتحضر. في هذه الساحة لا تتعانق السواعد فقط، بل تتآلف الأرواح، لما لا؟ فالهدف سام ونبيل. قد لا تعرف قيمة ذلك الإحساس إلا إذا خبرته حقا، وأنت في وسط حشد جماهيري يحمل الجميع أهدافك وتطلعاتك، وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل تلك الأهداف. ولما كانت حرائر يبرود شقائقا لرجالها، فإنهم يندفعون أيضا لنيل شرف المشاركة في الثورة. اقتحم جيش النظام يبرود مرات ثلاث، حتى إذا عجز عن الدخول إلى أرضها لجأ إلى المدافع وطائرات الميج، يسجل ناشطو البلد وقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية، وأيضا أكثر من 40 شهيدا وما أتي معتقل. كل ذلك يقدمه أهل يبرود بفخر على درب الحرية والخلاص. شبكة شام الإخبارية، ريف دمشق.